صباح الخير مشاهدينا، تمارين لليوم دايناميك ستريتش تريح شوي العضلات ونخلق شوية ليونة كمان فيهم، لأنه عقد ما لازم نقوي عضلاتنا لازم نلينهم، وهذا الشيء أكيد بيجي، بس نحن نكون عم نقوي العضلات بدون ليونة أكيد منيح نقوي العضلات، بس بلا ليونة حنأذي حالنا، وبس نكون عم نلين فقط بدون تقوية كمان هذا الشيء حيأثر سلبا. بقى لازم نقوي ونلين، كرمال هيك خصصت سيشن كون عم علمكم كيف فينا نشتغل على الليونه والفلكسيبيليتي تبع الجسم، وكيف نمد كمان العضل حسب ما بيسموه اوقات، كمان نمدد العضل ونمشي الدم بالجسم كمان بدون استعمال اكويبمنت بحاجه ولا لماشينات، احنا بحاجه بس لالاستيك باند، وكمان فينا اذا موجود عندنا بالبيت لنقول منشفه طويله فينا نستبدلها بالإلاستيك باند إذا ما كانت موجودة عنا. فينا كمان نكون قاعدين على كرسي أو سويس بول ونكون مريحين حالنا، أخدين البوزيشن اللي بتناسب جسمنا، نكون مرتاحين. نبلش بستريتش، أول شيء نلقط الإلاستيك بأطرافه، وبدنا نعمل سيركل أوت لورا 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 باكورد، وبرجع لقدام وبجلس كتافي لورا، ما بقرب مع نزول، بالعكس بضلني انا محافظه على البوستشر، عندنا ريتراكشن لكتافي لورا، وخمس مرات لورا ولقدام، 4 3 2 1. لكل شخص بيشتغل أو ما بيشتغل، ست بيت أم رجل، كلنا بحاجة لأنه نريح جسمنا. عقد ما منتعبه بالنهار بحيالة أكتيفيتي نعملها، يمكن أم عم تربي ولد أو عم تطبخ أو عم تشتغل بالبيت، أو رجل عنده أشغال، دايما في فيزيكال اكتيفيتي عم تصير لجسم. بقى كلنا اوقات بنوصل لمحل بنحس بشوت، يعني بحس انه خلص تعبنا جسمنا، ما بقى يحملنا، عضلاتنا عم بيوجعونا. نلقط الالاستيك بهذه الطريقه، بنروح صوب اليمين اند ذن صوب الشمال. بقى هيك نوع هيك ريلاكسيشن، في كثير اشخاص بتوجهوا مثلا لعند سبا مساج، في كتير أشخاص مش قادرين فاينانشيلي لأنه عجد هالسيرفيس غالية. بقى الرياضة بعدها وخصوصا على الـ LBC عم نقدم حلقات متنوعة، إن كان من رياضة تقوينا وإن كان من ريلاكسيشن. يمكن إحنا أوقات بنروح متوجه على المساج، ما نرجع لورا على الآخر لمساجات، نكون إحنا منا بحاجة أوقات نأذي حالنا زيادة لقدام، ما يكون مثلا موتبين موجوعين منروح على محلات مساج نأذي حالنا زيادة، يكون مش هذا هو اللي حيوصلنا لنتيجة أننا نرتاح. بهيك حركات معقول كتير تكون هي الراحة اللي على مدى طويل، لأن نحنا بس نروح نعمل مساج مثلا نرتاح لساعة ساعتين يوم يومين بيرجع تشنج، بينما هيك أنواع حركات فينا نعيدها يوم أي يوم لا نكون عم نرتاح، أو حتى مرتين بالأسبوع نكون عم نريح حالنا وبنكسب ليونة. نعمل سيركل وبنكسب ليونة لجسمنا لعضلاتنا، وبنتعلم حركات فينا نشتغلها فور فري بدون ما ندفع، بدون ما نلتجي لمحلات ممكن ندفع فيها أسعار خيالية أوقات لناخد سيرفيس تريحنا لفترة كتير قصيرة. نرجع عملية حركاتنا، أول شيء السيركل بإيدينا لورا 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 على رواق، نرجع لقدام باكورد 4 3 اخر مرة لورا وضل شوي 5 4 3 2 and 1.
هلأ بلقطهم هيدي الطريقة straight up، روح صوب اليمين صوب الشمال يمين شمال لقدام هو لورا بجلسهم جلسهم 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 لقدام لفوق اوكي سيركل بالقلب one more time اوكي حط الالاستيك باند على جنب والبول كمان بدنا نشتغل على الارض نقعد على الارض بهيدي الطريقه اللي بدنا نعمله نلقط ركابنا منرخي لورا الابر بودي ومنرجع منجلس منرجع ايدينا لورا 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 نحس كل الكتاف الظهر عم يجلسوا لورا again ايدي على ركاب برخي and then لورا لورا اجر يعني اجر اليمين بنحطها عمالة الشمال بهيدي الطريقة وبجلس ظهري بايدي بدي ابرم بهيدا الشكل عم شد الركبة اليمين صوب الشمال نرجع بالعكس بعمل ستريتش بريح جسمي لورا and then I reach up 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 and circle برجع بحط ايدي لورا وبرخي and then up circle سيركل again وببرم switch 5 4 3 2 and 1 اجري straight and I reach لقدام اول شي عاملة arch برجع بجلس arch وبجلس one more اوكي اجر فوق اجر اشتغل حط ايدي على الاجر التحتانية اوكي up 5 4 3 2 1 بطعج اجر اللي كنت حطتها ديجا ايدي اليمين على ركبة اليمين وايدي الشمال على اصابع اجري الشمال 5 4 3 2 1 هلا تاني اجر كمان الايدتين على اجر اليمين بطعج اجر الشمال ايدي الشمال على اجر الشمال وايدي اليمين على اجر اليمين 5 4 3 2 1 butterfly position الايدتين لقدام 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 كمان arch and then بجلس arch وبرجع بجلس arch and reach وبرجع بجلس هلا ايدي على الانكل هون كواعي على ركابي and I press down يمين شمال شمال 5 4 3 2 1 and reach لقدام 5 4 3 2 and 1 open your legs
and twist وخلينا 5 4 3 2 1 switch 5 4 3 2 1 هلا تعجنا اجر اليمين بهذه الطريقه بجلس اجر الشمال وبجرب ارجع قد ما فيني لورا لدق كوعي and straight up الايد switch وتعج اجر الشمال وبنزل and I reach okay open your legs as much as you can ايدينا عركب وبجرب انزل and up I go down شوي 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 and up now لقدام لقدام قد ما فينا and دب ديب up 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 and reach لورا 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 again up وبجلس ظهري walk back and reach ايد اليمين على اجر اليمين وايد الشمال كمان على اجر اليمين برجع النص ايد الشمال على اجر الشمال وايد اليمين كمان على اجر الشمال 5 4 3 2 1 now بنركع straight legs بهالطريقة downward dog يمين برخية شمال يمين شمال walking walking hug your knees hug your legs 5 4 3 2 1 walk 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 to reach الكوبرا برخي again straight up يمين شمال 4 3 2 1 اوكي okay. I walk بوصل لهيدي المرحلة انه انا اقدر اعوض اجري بس اذا الشخص ما بيقدر فينا نكون مطعجين شوي فينا نكون لقدام عم نجرب نجلس ونرخي 5 4 3 2 1 and up now squat push knee out ومن هون straight up again squat and push knee out 5 4 3 2 1 and up 5 4 3 2 and 1 close 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 ومنضلنا هيدي الطريقة straight جلي ظهري 5 4 3 2 1 اجر قدم اجر بهيدي الطريقة يعني ببذل الاجرين لصير عاملة كروس الاجرين وكمان بجلس ظهري 5 4 3 2 1 بدلن كمان 5 4 3 2 1 هيك نكون خلصنا تماريننا اللي هو عبارة عن stretching وليونة لعضلاتنا اللي مثل ما ذكرت بأول حلقة كتير أساسية عيدوا هالتمارين اللي هن بيريحوا بنفس الوقت بيقووا كمان بيعملوا وقاية لكتير أوجاع ممكن نتفاديها لبعدين أكيد إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا مشاهدينا وبشوفكم بكرة